كهف اللؤلؤ الزرقاء. نايس اسي. اوه اقدر استخدم، يابا اقدر استخدمه هنا. أوه. ممتاز، منطقة الحياكة هنا راح اقدر اسوي الملابس. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خوف شاري ورافي جيمر. اهلا بكم بالحلقة رقم 5 من اللعبة الجميلة امونج 3 او بين الاشجار. ان شاء الله حلقة اليوم راح نستكشف اكثر. اوكي، وهذا شنو فايدة احلى؟ راح نعرف بعدين ان شاء الله، يعني ان شاء الله تكون منه فايدة. نريد نستكشف هاي استكشفناها، لقينا بيها الشجر الذهبي انا احب اسميه. هسه نروح ونستكشف شنو موجود هناك، بس قبل هاي نروح نطق هنومه. ما اريد اروح هناك وانا بيصير علي ما اقدر نخاطر، ليش لا؟ اوكي نايس نايس، بس اكو واحد قريب من عندي. لا ما اريد اروح ناحيه الدب. اوف الدب يهجم عليك هجمتين، الهجمه تخليك تنزف. اوكي فيا مشكله، فيفضل بانه ما نتعامل وياه، عوفه بحاله. اوكي عوفه بسلام، رايحين عادل دمو ويا رايحين عادل. نايس 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 نايس، ماشيين عادل. عندي ماي، يب عندي ماي، ممتاز. شوي هسه لا، لين عندي هاي القربة الماء اقدر اشرب من عندي 3 مرات، فانا اقدر اتحرك على راحتي. اوكي او اتحرك لمسافة ابعد. يابا انا رايح بالضبط قلب المنطقة، شنو بيها ما ادري. نايس نايس، وما هذا بحق الجحيم؟ اوه يفيد، هذا يفيد. اوه هذا هم يفيد. اذا لاحظتوا اي تشيكوري، هاي الوردة او النبتة اللي بيها 3 وردات بيض او 4 وردات بيض، قلولي لان يعني مفيدة كلش هاي تفيدني. اوه ما جاي، ما جبتوا ياي شو اسمه، ما جبتوا ياي طبخة يا رجل. انا وين رايح هسه؟ يا برايح عادل بنص المنطقة، بس ما جاي لاحظ شي واو يعني هناك. هو يقول لي اكفر شي مميز ترى لازم تلاحظه. اوكي نايس لوت، ما جبتوا ياي طبخة؟ هذا ما ادري اذا كان راح يفيد. اوه بلو بير، كهف اللؤلؤ الزرقاء. نايس اسمي. اوكي اقدر اشرب، او اقدر اشرب هنا. نايس، يا ريت بيتي هنا. اوه اقدر استخدم، يابا اقدر استخدمه هنا. طبعا تقدر تستخدمه، اذا ما تقدر تستخدمه هنا العد وين تقدر تستخدمه؟ ممتاز ممتاز، حصلت هذا. هذا الشيء الوحيد اللي كنت احتاجه حتى اسوي التطوير اللي او اسوي الغرفه الاخيره. اوكي اللي بالسقف وبلو برنت هم يعني. دام يعني رحله ممتازه. اذا كل منطقه بيها دائره بالخريطه، اكو بيها فرد شيء يعني. اوكي لازم استكشفه. طيني طيني بعد شنو؟ بس هذا نهى قليلات يا اخي. جيب الستاك مالي 10، يابا اعتقد هاي هي. يابا هسه لازم ارجع حتى اسوي كرافتنج او اسوي المنطقة الاخيرة او الغرفة الفوق. اوكي بالطابق الثاني. نايس، انا عندي فكرة اولية عن اللعبة، عن كل التطويرات كل المشكلات. المود هاي عرفت الشيكوري. اوكي شيكوري شي ثمين، يا ريت اذا شفتوه يعني تقولوا لي تنبهوني عليه. اوكي
ويلي مر يا اوه شنذب 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 ماكو شي يستاهل بان انذب هذا ويلي المعدة اولا تشيكوري هذا مين اللي يعني مو الا فرد منطقة محددة اوكي انت وحظك انت وحظك هلا جاز فجيب هذا العسل يولي ما اعتقد احتاج شيء يولي يولي حاليا ما يشين عدل يبانا جنت هنا من قبل ودبنا نفسنا حرارة الجسم شيء مهم كلش بالسرفايفل يعني اذا تريد تنجو لازم تحافظ على حرارتك اوكي بالبيئات الباردة نايس لان بمجرد ان تنخفض درجة حرارة جسمك تتوفى بهالبساطة اوكي نايس والله كان انجاز بحلقة اليوم بانه رحت جبت فرشي مفيد ورجعت اوكي انا رجعت بسرعة عشان تقدر اكمل الاستكشاف لان اريد ابني هاي الفوق اوكي شن كانت تتطلب كانت تتطلب هذا اني ثلاثة بس نتخلص من هذا حاليا هذا 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 نايس اعطيني هذا ثلاثة من هذا ها ها و ها يب هذا احتاجه انا عندي هذا اريد 28 من هذا يب ذني احتاج حتى اسوي هذا الجر اوكي الليف او مدري ايش اسمه اربعة يب اربعة جيب هذا النويانة نايس 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 خلي ذني هنا لان نحتاجن هنا اوكي مكان اشياء الطبخ هنا الشغلات المهمة هنا نايس نايس اقدر اسوي يب نقدر نسوي كرافتنج جلو اسمه هذا اوكي ان شاء الله نقدر هسه نخلص وين هذا شنو كان يقول 28 اوه 28 خشبة خلي هذا هنا وهذا هنا نايس نايس نقول سيف نخلي هذا هنا نخلي ما اعتقد راح احتاج 28 وهذا اني رجعنا سريع سريع نايس نايس جاي ابرد طبعا شو يصير اذا ما نمت ما ادري وش يصير اذا جعت ما اريد اشوف ما اريد اشوف مؤشر القلب ينقص اذا نقص ما راح يرجع بسهولة هاي المشكلة شنو راح انجلط اوكي نايس خلي ننام هسه نايس نايس سنة بيا يوم 10 7 6 نايس ان شاء الله بحلقة اليوم انا بكل حلقة جاي لاحظ بانه انجز انجازين اوكي سوي كرافت الفرتشي وابني غرفة هيج حاول احافظ على هذا التقدم السريع اوكي ما اعتقد اللعبة بيها هواي محتوى اوكي 9 اشجار تقريبا نايس 28 28 ناقص خشبة بعد متأكد ضاعت من عندي خشبة نايس نايس اوكي هواي من ذني نايس ممتاز منطقة الحياكة هنا راح اقدر اسوي الملابس اوكي اقدر اسوي هذا واقدر اسوي هذا هذا زين بالاستامينة بس ال كولد الحماية من البرد قليلة وللسرعة قليلة اريد اسوي هذا اوش ما هذا بحق الجحيم هذين كلهن عندي فهسه اسويهن
اوكي عندك هذا هذا لازم القى من هذا حتى اسوي هذا هم وهذا هنا يحتاج التشيكوري اوكي شاي كوري او هيك شيء ينطق اسمه المهم من الصعب انه القى لها شيء القى من عندها هذا احتاج هذا اللي اقدر اسوي له كرافتنج بس هذا ما عندي اياه نانا هذا خل احاول اسوي اوكي ثلاثة سمك ثلاثة خيط بديت اجوع ثلاثة سمك من هذا وبعدين ثلاثة شو نقول له واحد من هذا كم واحد ثلاثة نايس ثلاثة خيط هالنوب يريد من هذا السوينج مدري ايش اللي يحتاج واحد حبل واحد سمك عظام سمك احتاج جيد احتاج السوينج اثنين من هذا اثنين عظام هالملابس نايس حسن محتوى اللعبة قليل كلش اوكي لا نايس سوي له كرافتنج زين هذا شلون هذا شنو هذا وات ذا هيل لازم استكشف بهاي المنطقة يمكن ولازم استكشف اكثر شوف المنطقة ايش قد فاي بس هاي هذا الشيء وينه هذا الشيء يكون دار ما دار البحيرات هاي البحيرة مالتي ما لقيت دار ما دارها هذا الشيء احتمال اكو بحيرة ثانية ما ادري زين هذا الشيء يحتاج هذا الشيء يا شيخ هسه نلبس ملابسنا بس هاي ملابسي اللي ما توفر اي حماية من البرد ولا تعطيني ستامينا ولا تعطيني سبيد هاي راح تكون شوف الستامينا افضل هواي افضل وشوف السرعة شلون صارت اوكي نقول السيف فاوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا اذا عجبت الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك واذا عندكم شي تقولونه او لعبة تريدون العبها قولونا في التعليقات نشوفكم عقب باكر الساعة 7 بالليل وهي لعبة متل جير رايزنج اوكي يلا باي